تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا يوم أمس الاثنين أنه من المقرر أن تبدأ جولة جديدة من محادثات السلام السورية التي ترعاها الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في جنيف. وأشارت الأمم المتحدة في بيان لها إلى أن المبعوث الخاص ستيفن دي مستورا سيستأنف المحادثات بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 16 من الشهر الجاري. ذكر موقع سايت الإلكتروني لمراقبة نشاط المتشددين عبر الإنترنت اليوم أن تنظيم داعش بث مقطعا مصورا يظهر ذبح رجل وصفه بأنه ضابط استخبارات روسي أمسك به المتشددون في سوريا، ولم يتسنى التحقق من صحة التسجيل ولا هوية الرجل، ولم يتضح متى تمت عملية القتل. أفادت مصادر إعلامية عراقية بقتل 725 فردا من تنظيم داعش خلال 30 يوما الماضية في عمليات قتالية متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة صلاح الدين وغربي محافظة نينوى. وقالت المصادر إن القوات الأمنية خاضت خلال 30 يوما الماضية عمليات قتال في مناطق متفرقة في محافظة صلاح الدين، وهي الصينية وجبال مكحول وطريق حديثة، إضافة إلى مناطق غربي محافظة نينوى. أعلنت وزارة الداخلية المغربية بالتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية تفكيك خلية إرهابية تتكون من 3 أفراد موالين لداعش وإيقاف أحدهم في مدينة طنجة المغربية. ونقلت الصحف المغربية عن الوزارة أن العملية الأمنية تندرج في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة الخطر الإرهابي. طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات ميانمار بإعادة افتتاح مدرستين للمسلمين في يانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد أن أغلقتهما السلطات بضغط من متطرفين. وقالت المنظمة إنه يجب على الحكومة أن تلتزم بحماية الحق في حرية الدين لجميع الطوائف الدينية في ميانمار، وكان متطرفون قد تظاهروا أمام هاتين المدرستين مطالبين بإغلاقهما. قالت تقارير سويدية إن شرطة العاصمة وخبراء المتفجرات يطوقون جزءا من شارع فليمينغ وسط ستوكهولم بعد بلاغ عن وجود جسم مشبوه في أحد المباني السكنية. من جهة أخرى قالت متحدثة باسم الشرطة السويدية إن الأمن اعتقل رجلا حاول دخول منطقة محظورة في ستوكهولم. وتعيش السويد حالة من التأهب بعد دعس سائق شاحنة مرة في شارع مزدحم في ستوكهولم، ما أسفر عن قتل 5 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح الشهر الماضي. نهاية الموجز، في أمان الله.